بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور باسل محمد محي الدين، أستاذ علم الصرف العربي في كلية الآداب الجامعة المستنصرية. المادة التي سوف نقوم بإلقاء المحاضرة فيها هي مادة الإعلال والإبدال في علم الصرف العربي للمرحلة الثانية الدراسة الصباحية. كلنا يعلم أن الإعلال والإبدال له أهمية كبيرة في علم الصرف العربي، والغاية المتوخاة من هذه المادة أو من هذه الظاهرة في الصرف العربي هو طلب التخفيف. وهناك عدة مواضع يحصل فيها الإعلال والإبدال. سوف نتحدث عن الإعلال في الهمزة، وبالتحديد قلب الواو والياء همزة في أربعة مواضع يكون فيها القلب وجوبا. الموضع الأول إذا كانت الواو والياء متطرفة بعد ألف زائدة، نعم، بمعنى أننا عندما نقف عند كلمة رجاء، علاء، بناء، كساء، هواء، هذه قد حصل فيها إعلال بالهمزة. على سبيل المثال نأتي على مفردة رجاء، هي مشتقة من الفعل رجاء يرجو، وعندما نأتي إلى لفظة رجاء هي في الأصل رجاء على زينة فعال، أبديت الواو همزة لأنها أتت متطرفة بعد ألف زائدة. الحال نفسه مع علاء، علاء يعلو علاء أصبحت علاء. الحال نفسه مع بناء، بنى يبني بناء أصبحت بناء. كذلك هوا، هوا يهوي هوا. إذن الموضع الأول متى ما جاءت الواو متطرفة بعد ألف زائدة تقلب همزة. الموضع الثاني الذي تقلب فيه الواو والياء همزة إذا أتت أو وقعت عينا لاسم فاعل لفعل أجوف. ما هو الفعل الأجوف؟ هو ذلك الفعل الذي عينه حرف عل. نقول قال يقول، صال يصول، جال يجول، باع يبيع، هام يهيم. إذن نلاحظ أن عين الفعل حرف علة. نريد أن نشتق منها اسم فاعل وهي أفعال ثلاثية، وكلنا يعلم أن اسم الفاعل الفعل الثلاثي على زينة فاعل. لو أبقينا أحرف العلة على ما هي عليه نقول صاوم، قاول، ونقول بايع، نعم. ولكن ماذا يحصل؟ تقلب هذه الواو والياء إلى همزة. إذن الصورة النهائية لقاول نقول قائل، صاوم نقول صائم، ساق يسوق ساوق نقول سائق، باع يبيع بائع، نعم. هذا الذي حصل لهذه الأفعال. وهنا مسألة غاية في الأهمية، أن الإعلال إذا حصل في فعل يحصل في اسم الفاعل. هناك بعض الأفعال لا يحصل فيها إعلال في الفعل فلا يحصل في اسم الفاعل. على سبيل المثال لدينا الفعل عين وعور، نقول عاين وعاور، إذا الياء بقيت على حالها والواو بقي على حاله. إذا هذا الموضوع الثاني الذي يحصل فيه الإعلال بقلب الواو والياء همزة. الموضوع الثالث الذي تقلب فيه الواو والياء همزة إذا أتت الواو والياء بعد ألف مفاعل وشبهه، شريطة أن تكون هذه مادة زائدة، نعم، كما في لدينا لفظة عجوز، لفظة عروس، لفظة حلوب. عندما نجمع هذه المفردات نقول عجاوز، لو أبقينا الواو على ما يعليه نقول عراوس، نقول حلايب. لكن ماذا يحصل؟ الصورة نحن الذي المتداول نقول عجائز ونقول عرائس، وطروب نقول قد لا تصح كلمة طروب. إذن لدينا لفظة عجوز، عجائز، عروس، عرائس، حصل فيها إعلال. أصل الواو، أصل الهمزة واو. الحال نفسه إذا كان حرف العلة بعد ألف مفاعل ياء، كما في صحيفة، جريدة، خميلة. الصورة النهائية الكلمة نقول خمائل، ونقول نقول صحائف، ونقول جرائد. هي في الأصل جرائد وصحائف، نعم، وخمايل، نعم، خريدة، خرائد، كذلك نقول خرائد.
لماذا قلنا مادة زائدة؟ هناك بعض المفردات المادة فيها أصلية، كما في قسور. قسور في اللهجة الحبشية تعني الأسد، وقد ورد في القرآن الكريم فرت من قسورة. الذي يهمنا أن نقول عندما نجمع قسور نقول قساور، الواو بقيت على حالها. أيضا معيشة نقول معايش، الياء أصلية مشتقة من عاش يعيش معيش، إذن نقول معايش. إذن متى ما كانت الواو والياء مادة زائدة بعد ألف مفاعل تقلب إلى همزة حملا على الواو وعلى الياء الألف، كما في رسالة، حمامة، غمامة، علامة، في الجمع نقول حمائم، نقول رسائل، نقول عمائم، نقول غمائم. إذن الموضع الثالث تقلب فيه الواو والياء همزة إذا أتت بعد ألف مفاعل وشبه الشرط أن تكون مادة زائدة. الموضع الرابع والأخير الذي تقلب فيه الواو والياء همزة وجوبا إذا كانت ثاني حرفين لينين بينما ألف مفاعل وشبهه. نعم، بمعنى حرف علة ألف حرف علة آخر، سواء كان ياءين أو كان واوين أو كان مختلفين. مثلا لدينا لفظة نيف، معنى نيف عقد من الزمان، عندما نجمع النيف الصور النهائية نقول نيائف، واقع هي في الأصل نيائف، لدينا ياء ياء بينهما ألف. متى ما قلنا ثاني حرفين لينين الياء الأولى الألف الياء الثانية تقلب هذه لا إلى همزة، إذن الصورة النهائية نيائف. كذلك عندما نجمع أول لو بقينا الواو نقول أواول، ولكن الصورة النهائية نقول أوائل. إذا حصل إعلال في نيائف وحصل إعلال في أوائل. واللفظة الأخيرة قلنا إن كان متشابهين أو كان مختلفين، لدينا لفظة سيد، كلنا يعلم أن أصل سيد أصلها سيود مشتقة من الفعل سادة يسود سيود، قلبت الواو يان وأضغمت في الياء أصبحت سيد. عندما نجمع نقول سياود، ولكن ماذا يحصل؟ الواو تقلب ياء نقول سياد. إذن لدينا أربعة مواضع تقلب فيها الواو والياء همزة وجوبا. نعم، وأحيانا هناك موضع تقلب فيه الواو إلى همزة وجوبا، أحيانا تجتمع في الكلمة واوان في أول الكلمة، كما في واصلة أو واقية. نجمع واصلة لو أبقينا الواو على ما عليه نقول وواصل، واقية نقول وواقي، لكن الصورة النهائية ماذا يحصل لهذه الواو؟ تقلب إلى همزة، نقول أوائل ونقول أواصل. نعم، إذن أواصل وأواقي في الأصل هي بواصل وواقي. وهناك مواضع أخرى أيضا يحصل فيها إعلال في الهمزة، ولكن نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة، وهذا جزء يسير من الإعلال والإبدال. وعلم الصرف العربي الإعلال والإبدال فيه هي الركيزة الأساسية، و أسأل الله تعالى لنا ولكم الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.